كرة الترجيح. هذه أمامنا تريزيجي محمود حسن تريزيجي سليمان ديل داكو، لكن محمد صلاح يعني النهار واللي فيها اللمسة واللي فيها المتعة تعود في مباراة ألمانيا. أحد أبناء النادي الأهلي ثم أندرلاخت توماس كور مروان محسن بعد مرور 13 دقيقة. محمد صلاح ضيع ركلة الجزاء الضائعة الموسم الماضي، 13 هدف في الدوري التركي مع لكن بداية يعني مبشرة إن شاء الله، أكيد إن شاء الله المنتخب المصري قادر وادي واحدة من لكن خبرة مروان محسن مع المنتخب. أدي 2012 واحدة من المفاجآت، يتأهلوا في مجموعة كان فيها كل من جنوب اتلعب في 2012، هدف كان لحسني عبد ربه من ركلة الجزاء. أدي أيمن أشرف في الجنب الشمال، انطلاقة هنا من جانب تريزيجيه انطلاقات أمامنا محمود حسن تريزيجيه عامل موسم رائع، كان أمام البوسنة وكان من اللاعبين اللي تواجدوا مع نادي فانكوفر حاليا في كندا في هذه الفترة. أدي أمامنا الانطلاقة ناسيونال، واحد من اللاعبين اللي بدأوا في السكة الحديد، ووادي دجلة ثم ناسيونال في البرتغال، وادي كرة على طول ماضي لكن طبعا نسيب العرب ومتعلق الحقيقة بأهلي المحمدي مع الدراويش مع نادي الإسماعيلي الموجود برضه في دكة المباراة النهاردة اللاعب محمد صادق، وهذا إن شاء الله في تشامبيونز ليج في دوري أبطال أوروبا. كرة على القائم الأول ورأس شارك مع الأهلي في ثلاث لقاءات. البداية الهجومية، شخصية المنتخب المصري الهجومية اللي طبعا تجلت وظهرت عندما سجل مر دقيقتين طبعا ركلة الجزاء الضائعة للنجم محمد صلاح في الدقيقة الثانية. يمرر في ضد الواحد في لقاء اقيم يوم 7 سبتمبر. ادي لمسة حلوة قوي محمد النني، ملعوبة جميلة، استلام من تريزيجيه و13. ادي مقطوع الكرة طارق حامد، انطلاقات محمد صلاح، المساحات يا ولد على التمريرة تريزيجيه، هي يا راجل حرام عليك يا راجل حرام عليك، محمد صلاح مديها لتريزيجيه بيقول له ايه سجل وهنحتفل، يعني روعه. بص هنا ضغط حلو، برافو طارق حامد، ضغط حلو قوي. وادي امامنا هنا محمد صلاح بقى، مفيش ارتداد، تفرغ علي غزال مع حجازي ومع باهر المحمدي، كلمه السر في هذا الاداء الهجومي النهارده اللي محرر الكثير من اللاعبين بعد ما كان لعب مع نيجيريا خسر 1-4 وامام غينيا 2-2 وامام مونتي كندا، ولعب قبل كده في الصين في جويتزو ولعب في ناسيونال ومن اللاعبين المكافئ 2012 لما وصلوا وقتها الى الوصيف لما خسروا امام زامبيا بركة امم افريقيا بعد ما يعني خرجنا على ايد النايجر دي وجنوب افريقيا وسيراليون في 2012، لن تتاهل طبعا ل 2015 لكن عدنا وتاهلنا 2017. ادي امامنا الاستلام، ايمن اشرف الى تريزيجيه يبحث عن محمد صلاح لكن ضمب لجوه، ترجع لمحمد النهي يا ولد لمه حلوه قوي، والتاني ويمرر وتريزيجيه، ولكن امامنا الكره اللي فيها كذلك ايضا جنش محمد حمدي، كل دي اسماء. وبص الدفاع بيعمل ايه، بص الدفاع بيعمل ايه، وركله جزاء جديده هنا في هذه اللقطه في هذه اللحظه، ركله جزاء لتريزيجيه، ركله جزاء يروح لها بقدمه راح لها براسه تريزيجيه، ياخذ ركله جزاء هنا في الدقيقه 28، الدقيقه 28 ركله جزاء ثانيه، ركلة جزاء تانية تريزيجيه. بص أمامنا لكن لازم يعد لنا المدافع ماذا فعل المدافع، المدافع لهنا من أول المدافع عشان نشوف المدافع عمل إيه، مدافع ضرب غطس أمامنا هنا في هذه اللقطة، المتواضع جدا اللي في اللقطة أمامنا كذلك حارس المرمى الحارس كساري داوودة يرتكب لمروان الهدف الأول. وادي أمامنا محمد صلاح، مش ممكن بقى ترتد للمرة الثانية لكن المرة دي محمد صلاح يسجلها ويصبح ثالث هداف كرة القدم المصرية للمرة الثانية، يتصدى الحارس لركة الجزاء كابتن نادر السيد، وكان وضع أسماء تانية منها تيري أونري اللي كان هياخد أقل طبعا، قال لك الخبرة بتاعة تيري أونري وإن كان طبعا كان ناجح جدا مع بلجيكا. أدي أمامنا محمد صلاح في هدف جديد في فرصة جديدة في الكرة اللي جه منها ركلة الجزاء لتريزيجيه واللي سجلها صلاح بعد ما ضيعها وعمل الفولو. طارق حامد بدأ يطمع إنه يسجل ويسدد أمام المدرب الألماني الحالي لمنتخب نيجيريا، وأدي واحدة حلوة قوي النني محمد صلاح مفيش تسلل، هيعملها لتريزيجيه، عملها له قصيرة لكن المرة دي بقى يتدخل رقم 15 بوريما كاتاكوري ويشيل كرة هدف. محمد صلاح النهارده بيبدع بيمتع.
سجل هدف وبيصنع بقى ايه، بيصنع المتعه، بيصنع الروعه. هل فيها تسلل اللقطه دي؟ لكن المساعد كمارة وانطلاقه من محمد صلاح، ولكن المره دي ينقذها المدافع كاتاكوري في اللقطه الماضيه. فرق السرعه، فرق المهارات، يعني فوارق كثيره جدا في هذه اللحظات في هذه المباراه اللي واضح فيها التفوق المصري بثلاثيه نظيفه حتى الان في هذه اللحظات. محمد صلاح على طول استلام، محمد صلاح يا ولد على التمريرة، يا ولد على المهارة، يا ولد على التدخل، ومفيش ركلة جزاء يا راجل. ده بيبدع بيبدع بيبدع، بص اللمسة والتمريرة اللي يلعب جنب محمد صلاح، اللي يجاور السعيد النهارده، اللي يجاور محمد صلاح في هذه المباراة. طبعا المنتخب اسماء الحقيقة اللي يعني لم تكن موجودة في القائمة، لكن أسماء لها وجودها ليحضرها. أدي أمامنا هنا على طول استلام بمهارة بمراوغة من أحمد حجازي، كل ما يضيع تريزيجيه بنسجل. وأدي أمامنا هنا مروان والكرة حائرة وتريزيجيه وغزال. كان أمام بوروندي لكن خسروا بقى، السنغال هي اللي كانت طبعا في هذه المجموعة القوية. كرة على طول أمامية، تريزيجيه مرور وركلة الجزاء لم تحتسب وعدى وفرصة ويلعب أسرع يا راجل. إدي لصلاح للدفاع، استلام على طول محمد صلاح وانطلاقه حلوه تريزيجيه والعرقله والانذار، لكن نجح انه يسجلها بعد كده من المتابعه. محمود حسن تريزيجيه ضيع اكثر من كوره، احمد في الدقيقه 29 بعد ما ضيع ركله جزاء ايضا في الدقيقه الثانيه، ضيع في ركله الجزاء الضائعه وليست ركله الجزاء كما هو على الشاشه. هذه امامنا هنا على طول كره تبعت منتخب مصر، صلاح من متابعه ركله الجزاء الضائعه. اللاعب رقم 17 سيسي، ادي امامنا الكرات العرضيه للمنتخب المصري، تصليحه استلام من جانب تريزيجيه، الضغط المره دي مادي. سجل هدفين هذا الموسم مع نادي استون فيلا اللي خسر البلاي اوفز المؤهله لبطوله الدوري الانجليزي الممتاز في ايد اسماء ونجوم طبعا. كاس مش عايز واجيري عايز يشوف حاجه ثانيه، عايز يطبق حاجه ثانيه في المباراه. تبديلين في الدقيقه، الاداء من جانب اجيري عايز يجرب حاجه، خلاص بقى حس المباراه يعني اتحسبت. وادي واحده لتريزيجيه، واحده لقطه اللي امامنا، ادي تريزيجيه واحد من اللاعبين اصحاب اللي يلعب مباراته الدوليه الثانيه على فكره مع المنتخب الكوري، ولعب مع المنتخب الاولمبي زي ما قلت لحضراتكم، وكان سجل في الوديات امام تونس امام الجزائر، المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب. بنقول لهم كل التوفيق ان شاء الله استعدادا بقى للقاءات القادمه والمباريات المؤهله ان شاء الله للتأهل والوصول اللي مش موجودة. ادي امامنا هنا الانطلاقة، انطلاقة جديدة، كرة امامية هنا، استلام من جانب تريزيجيه، هل يسجل تريزيجيه؟ ولكن فين؟ كرة بعيدة قوي، تريزيجيه تطلع إلى خارج الملعب، كرة طويلة تطلع كرة إلى خارج الملعب. ثالث محاولة لمصر في الشوط الثاني، الكرة بتاعت محمد صلاح اتعملت له جميلة قوي، العمل الجميلة الحقيقة من نني لتريزيجيه، ولكن على طول تطلع إلى ركلة ركنية محمد صلاح، وفرصة ضائعة في اللقطة الماضية، فرصة ضائعة ومحاولة منتخب النيجر اللي كان ممكن يسجل لولا التصدي الرائع الحقيقة من جانب الشناوي في كورتين، الكرة بتاعت عمر بوسوفو، الكرة بتاعت دياباتي، وادي انطلاقة هنا، يستعد حسين الشحات، وادي لمسة للشحات، هيشارك بقى مكان محمود حسن تريزيجيه. آخر التبديلات، لاعب نادي العين اللي فاز مع نادي العين بلقب دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، وأيضا بكأس رئيس الدولة بعد ما فازوا في النهائي على الوصل 2-1، واللي خسر أمام الوحدة السوبر